نحن في ضغط كبير، مراكز تحتاج إلى عدد كبير من جراحي الأوعية الدموية لكي يغطوا المناوبات، نوزع أنفسنا، نوزع العمل، نشتغل تحت ضغط كبير، نحاول عدم الخطأ. طبعاً إحنا في منطقة سياسية معروفة عند العالم، هذه تزيد من الضغط علينا في العمل. في أوقات الحروب أو في أوقات الأزمات نبقى في المستشفى عدة أيام، في هذه الحالات نعالج الحالات الطارئة الصعبة فقط، حالات الإصابات سواء إصابات الحرب، إصابات الحوادث، ينتج على ذلك انتظار طويل في الحالات المبرمجة، بالذات حالات مرضى الكلى. أنا بغسل كلى في الجسم الكلى، وبقيت أغسل في الأسبوع 3 مرات، غسلت وفي الفستلة سددت صار تجلط. بحتاج لأدوية كثيرة، أحياناً العلاج بتأخر علينا لأنه في الشفاء أصلاً، فبدنا نشتريها وبتكلفنا، يعني ما فيش، الوضع صعب. Obviously, there are constraints with resources, training, and equipment. So helping those people repair those blood vessels and save lives and limbs is one of my passions. And that's what's made me work with MAP to try and help the people of Gaza. We have been launching a new project, Vascular Surgery Support in the Gaza Strip, in partnership with local health authorities. We are aiming at improving a local healthcare system that is locally led, sufficient and also sustainable in order for the local team to respond at times of emergencies. أنا عملت عمليتين في الأوعية الدموية، أول واحدة وهي الثانية، والحمد لله إن شاء الله تنجح. With MAP, we are able to help improve training, improve coordination of care. لقد وضعت ماب اصبعها على لب المشكله وبدات في حلها لكي نصل الى مركز او مراكز لجراحه الاوعيه الدمويه تليق بالمراكز الموجوده في العالم.